طيب مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم المقربون بالجامعه الاسلاميه هذا البرنامج الذي يستضيف نخبه من الطلبه واعضاء هيئه التدريس ضيفنا في هذه الحلقه مشاهدينا الكرام هو الاستاذ الدكتور غازي بن غزاي المطيري استاذ الدعوه والثقافه الاسلاميه بالجامعه الاسلاميه واستاذ كرسي الامير نايف لدراسات الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر حياك الله استاذ الدكتور اهلا وسهلا الله دكتور بداية ابرز النجاحات التي حققتموها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فالحقيقة ان المرأة اذا تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه فإنه لا يحصيها كما قال الله تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اتذكر الايام الاولى في قريتي الصغيرة حيث ولدت فيها ولم احظى برؤيه الوالده حيث توفيت وانا طفل صغير وعشت في كنف جدتي لابي وتنقلت في قريتي هذه حيث لم يوجد فيها تعليم متوسط وانتقلت وكنت معتمدا على الله ثم على نفسي وانا طفل صغير في الثاني عشر انا واخي ثم لما انتهيت من المرحلة المتوسطة انتقلت إلى جدة حتى انتهيت من المرحلة الثانوية وكنت كذلك مع أخي ثم بعد نهاية الثانوية انتقلت إلى المدينة النبوية فالحقيقة أنها رحلة شاقة اعتمدت فيها على الله تعالى ثم بما وفقني من جهد ووعي وبصيرة بأهمية العلم والبحث عنه زد على ذلك التوفيق للهداية مبكرا فهذا مما حفظ شبابي ووقتي في تيسير الخير والاستفادة بفضل الله سبحانه وتعالى رغم عدم وجود الرقابة العائلية ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعنايته ورعايته شققت هذا الطريق حتى وصلت والحمد لله إلى ما أريد وإن كان ما أخذناه هو نقطة من بحر العلم ومحيطه نعم ما شاء الله لو سالتك دكتور عن الداعمين او الداعمون لهذه النجاحات. والله اولا احمد الله سبحانه وتعالى بفضل الله تبارك وتعالى رزقت ان اعيش في كناف امراه عصاميه لها تاريخها الكبير حيث انها ترملت مرتين ورعت ابنائها وبناتها وكانت تقوم بدور ريادي في رعايتهم المالية والتربوية والاقتصادية وهي كما قلت لك جدتي لأبي أي والدة والدي فهي الحقيقة كانت رحمة الله عليها هي الأستاذ والمربي الأول لشخصي حيث أن والدي كان بعيدا جدا حفظه الله وزاده رحمة عافية وتوفيقة لكن هي كانت الموجهة والراعية والمحافظة والناصحة فأنا لا يمكن أن أنسى هذا الجهد الأبوي والكبير والرعاية رعاية الأمومة التي تلقيتها من هذه المرأة العظيمة الجليلة. دكتور البيئة الجامعية برأيك ما واثرها في تميز الطالب وتحفيزه؟ الحق أن البيئة الجامعية هي نتيجة لتراكمات فمن الصعب جدا أن أكشف عيوب او قصور او محاسن البيئه الجامعيه دون ان ارجع الى التربيه الاسريه والى الثقافه العامه فهي التي في الحقيقه تصنع البيئه العامه والتربيه الاسريه هي التي تصنع الوعي الثقافي وتهيئ المرء للمرحله الجامعيه، صحيح ان المرحله الجامعيه مرحله فارقه ومفصليه ونوعيه ونقله اساسيه في حياه طالب العلم إلا أنها لا يمكن أن تكون بمعزل عن الجذور الأصلية فلذلك أعتقد أن البيئة الجامعية يجب أن تهيأ قبل أن يصل إليها الطالب أما البيئة الجامعية المعاصرة في الحقيقة تتوفر فيها كثير من الجوانب التي تعين طالب العلم كالفصول الواسعة تهيؤ الذي كنا لا نجده الآن أصبح الطالب يعيش الحقيقة في نوع من الرفه أو الرغد تيسر وسائل وأدوات المعرفة تيسر كثير من أسباب العناء الذي كان يجده الطالب توفرت للطالب اليوم ما لم تتوفر للطالب الأمس إلا أن الهمة والنظرة والوعي لا زال فارقا وفاصلا بين السلف من طلاب العلم الأوائل وبين الخلف الآن الذين غلبت على اهتماماتهم على اهتماماتهم قضايا كثيرة في الحقيقة سلبت أو أفرغت البيئة الجامعية من محتواها الحقيقي نعم دكتور لو سألتك أنت أستاذ كرسي الأمير نايف عبد العزيز رحمة الله عليه لدراسة الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر هذا الكرسي بداية دكتور بماذا يهتم تحديدا؟ الكرسي في الحقيقة هو نواة تعاون علمي بين الجامعة الإسلامية وبين هيئة الهيئة العامة لرئاسة الأمر المعروف عن المنكر برعاية أبوية وإشراف مباشر من الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله فالحقيقة كانت فكرة هذا الكرسي نبعت من لدن الهيئة حيث تقدم معالي الشيخ الحمين حفظه الله بهذا الاقتراح ووجد قبولا من سمو الامير نايف رحمه الله الذي بدوره وافق على اطلاق اسمه الكريم على هذا الكرسي وفعلا تمت الاتفاقيه بين الجامعه الاسلاميه وبين الهيئه على هذا الكرسي ومسماه ثم بعد ذلك شرعت الهيئه العلميه بوضع الخطه الاستراتيجيه بناء على حلق ورش ولقاءات متعدده حيث افضت الى خطه استراتيجيه محكمه منوعه تشمل المحاضرات والندوات والدورات التدريبيه والبحوث والدراسات الكبرى والمتخصصه. فهي في الحقيقه عضد للهيئه ومساعدتها في تقديم الاستشارات العلميه وتقريب المجتمع من الهيئه واعطاء صوره حقيقيه لكثير من المشاكل وحلولها العلميه عن طريق البحث العلمي. دكتور طبيعه علاقه الطالب وانت استاذ جامعي لك بقى طويل في التدريس. طبيعه علاقه الطالب بالاستاذ الجامعي ودورها في تميز الطالب من وجهه نظرك. الحقيقه ان العلاقه الان يجب ان نعترف انها علاقه واهنه وضعيفه حيث ان العلاقه بين الطالب من خلال الفصل فقط لا استطيع ان اعطي قاعده عامه او وزنا عموميا او مقياسا او معيارا لكن اذا قارنا بين الماضي والحاضر نجد ان الطالب كان قريبا من استاذه وكان الاستاذ قريبا من طالبه فالثقه المتبادله بين الطالب والاستاذ اصبحت في السابق عاليه جدا فالطالب يكن الاحترام والتقدير لاستاذه مقابل ذلك يشعر بالحنو والتقدير والرحمه لهذا الطالب ولذلك عقدت هذه المحبه غير المعلنه بين الاستاذ والطالب واستمرت فترات وعقود ثم بعد ذلك ضعفت الحقيقه العلاقه نظرا لضعف المخرجات التربويه للاستاذ يجب ان نعترف ارجع معك دكتور هذه النقطه سبب ضعف العلاقه لكن بعد هذا الفاصل القصير دكتور مشاهدينا الكرام فاصل قصير بعده نعود لاكمال الحوار Thank you for watching! حياكم الله مشاهدي الكرام جديد بعد هذا الفاصل القصير ضيفي وضيفكم هو الأستاذ الدكتور غازي بن غزاي المطيري أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بالجامعة الإسلامية وأستاذ كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن يعني المنكر حياك الله دكتور مجددا بارك الله فيك أهلا وسهلا دكتور كنا نتكلم قبل الفاصل عن علاقة الطالب بالأستاذ الجامعي ودورها في تميز الطالب وعرض دكتور أن العلاقة واهنة وذكرت الأسباب بدأنا بأسباب ضعف هذه العلاقة كان الأستاذ يمثل الأب فيما سبق وكان يتدخل حتى في حل قضاياه المالية والاجتماعية وكان الطالب يهرع ويأوي إلى الأستاذ مستشيرا وناصحا أما اليوم فأصبحت العلاقة علاقة وظيفية أو آلية حيث أن العلاقة تقف عند حدود الفصل وتنتهي عند هذا الحد ولذلك لا بد للتعليم العالي أن يأخذ بهذا التقاليد الاسلاميه الراقيه التي قد لا تتوفر في بعض البيئات الاخرى. لابد من اعاده العلاقه الابويه بين الطالب وبين الاستاذ، ولذلك انصح في التعليم الجامعي ان لا يستعجل في ترشيح المعيدين والمحاضرين الشباب للتدريس في هذه المراحل. عليهم ان يتريثوا وينغمسوا في البحث العلمي ويرشح الاساتذه والمشاركين والمساعدين للتعليم لانه اذا كان الطالب والاستاذ في سن واحده انا اعتقد قد يكون هناك نوع من الخلل لا سيما ان التربيه الان اصبحت شيء من الماضي الا ما رحم الله وذلك اعاده النظر عن طريق اعطاء الاستاذ بعض المزايا والقدرات او الامتيازات التي تتيح له ان تكون علاقته بالطالب اقوى هذه اصل اصيل لابد ان تاخذ الجامعه في اي جامعه بهذه النظره المنهجيه بحيث يتاح للاستاذ ان يبني علاقات اخويه وتربويه وابويه مع الطلاب من حيث وضع برامج وخطط بعقد صلات بين الاستاذ وبين طالبه في السكن الجامعي في الرحلات في اللقاءات في ما يسمى الان بساعات المكتبه او الساعات المكتبيه التي يجب الا تكون شكليه اقصد اننا يجب ان نعيد النظر مره اخرى لدراسه هذه الفضيله او المنقبه التي تتميز بها البيئه الاسلاميه عموما من خلال دراسات ولقاءات وبحوث علميه بحيث تخضع للتقويم والمراجعه والنقد. الجامعة دكتور تسعى دائما لتطوير اعضاء هيئه التدريس لديها والطلب، كيف تلامس هذا الدكتور تطوير اعضاء التدريس في الجامعه الاسلاميه؟ الحقيقه يجب ان نذكر الفضل لله عز وجل ثم لمعالي مدير الجامعه الحقيقه فهو لا يبخل حقيقه بتشجيع اساتذه الجامعه سواء من خلال تدريس أو دراسة اللغات أو حتى البعثات لدراسة اللغات أو اكتساب بعض المهارات في داخل المملكة أو في خارجها سواء عن طريق الدورات التي تقيمها معاهد الإدارة أو المعاهد المتخصصة في تدريس أو التدريب على المهارات الكمبيوتر والحاسب وغيره فالحقيقة الجامعة تشهد نهضة حقيقية من حيث إتاحة الفرصة للأستاذ فبإمكان أي استاذ الآن أن يتقدم للمشاركة في أي مؤتمر دولي أو داخلي ولا يجد أي حرج للمشاركة، فالحقيقة معالي المدير قدم جهود كبيرة أعطت لأستاذ الجامعة الإسلامية ثقة وإقدام في مثل هذه المشاركات، وأصبح يتحمل مسؤوليته ويمثل المملكة تمثيلا يليق بمكانتها وعلمها ووزنها. فالحقيقة الجامعة الإسلامية تشهد حضورا ونهضة علمية وتدريبية في كل المجالات بما في ذلك حتى الطلاب والمعيدين والإداريين فضلا عن أعضاء هيئة التدريس نعم لو سألتك دكتور عن الأنشطة اللاصفية أهميتها دكتور في الطالب الحقيقة هناك نظرة تقليدية سائدة وأصبحت قد أفرغت هذه الأنشطة من محتواها وكأنه تقرير أو عمل يؤدى ويقدم اما للمدير او للمعيد او لرئيس القسم او للعميد فاصبحت بهذا الشكل لا قيمه لها ولكن اذا اخضعت لخطط منهجيه بحيث تكون هذه الانشطه مكمله لشخصيه الطالب اولا التربويه والعقليه وتقويته من الناحيه العلميه واستغلال وقته وزرع الثقه في نفسه وتهئيه للمستقبل من خلال الجده واعطاء البرامج حقها والاهتمام على اعلى المستويات وليس بمجرد تعيين معيد او استاذ في قسم النشاط لا نحن نريد ان نخرج عن هذه الرتابه بحيث ننطلق انطلاقه جديده نبث فيها روح النشاط فعلا كما يسمى نشاط نبث روح النشاط في اوصاله بحيث نستطيع ان نقدم طالبا جامعيا يتسم بالقوه والشجاعه والثقه والنضج العلمي والفكري والتربوي. دكتور انت كمربي وعضو هيئه تدريس كيف يمكن ان تخلق طالب متميز ناجح يسعى لان يكون نابغة الحقيقه ان الطالب الجامعي يجب ان نعطيه ثقه. ما دام قد وصل الى هذه الرتبه او هذه المرحله ينبغي ان ننظر اليه نظره كما كان ينظر الكبار في عاداتنا وتقاليدنا للرجل الشاب فهم يعطونه الثقه ويقدمون له او يصبغون عليه طابعا من الرجوله والثقه في النفس فاعتقد ان التعليم الجامعي لدينا يجب ان يعاد فيه النظر فكثير من الجامعات في الحقيقه هي اشبه ما تكون بثانويات ولذلك يخرج الطالب الجامعي ضعيفا هزيلا وهذا في الحقيقة يجب أن نعترف به. ولا نغط أو نغض الطرف عنه. والحق أن هذا العيب يعود إلى المنهج وإلى المقرر وإلى الأستاذ وإلى الطالب وإلى الإدارة. فالمسؤولية جماعية. فلذلك نقول أن الطالب الجامعي يجب أن يعطى حقه من سماع رأيه في الأستاذ وفي المقرر وكذلك الإدارة. يجب أن يكون لها أثرها في تفعيل هذا المقرر وإعلاء من شأن الطالب والأستاذ ينبغي أن يكون له رأيه في هذا المقرر المقررات ليست قرآنا منزلا وإنما يقصد بها تأهيل هذا الرجل أو هذا الشاب الذي وصل إلى هذه الرتبة ليكون فاعلا وعاملا نشيطا في مجتمعه ومؤثرا فإذا كان يخرج بمخرجات ضعيفة وهزيلة ونادرا ما ترى المبرز منهم فإذا لابد من خلل هذا الخلل في الحقيقة يجب أن يبحث عن جذوره وأنا كما قلت أن التعليم الجامعي هو تراكمات من تربية أسرية ومن ثقافة عامة صنعت هذا الوعي ومن دراسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية كلها دفعت هذا الشاب أو هذا المخرج إلى هذه المستوى فربما يرجع وهو لم يستفد من خلال هذه العشرين سنة التي تعلمها إذا لابد من خلل هناك خلل يجب ان نعترف به ومن خلال المكاشفه والبحث العلمي الدقيق نستطيع ان نجدد ونغير ونبث روح النشاط والعلم لبلد عظيم الذي ينتظر فيه او ينتظر منه ان يكون قائدا لهذه النهضه الاسلاميه العربيه المعاصره. نعم، دكتور اهميه التكريم بالنسبه لك؟ الحقيقه التكريم كما يقال ان الناس يختلفون في هذا الجانب، وانا اعتقد ان الجوائز رغم اهميتها الا ان التكريم في عمل او من خلال جهده اليومي حيث يشعر الاستاذ مثلا بالتقدير والاحترام وان تكون الانظمه والبيئه والبنيه التحتيه في اي جامعه تهيئ الاستاذ بحيث يستطيع ان يبدع ويقدم ما لديه ولا نحتقر اي خدمه حتى ولو مواقف السيارات حتى ولو كان قضاء افطاره او غداءه او عشاءه او حتى مكتبه الذي وضع له انا اعتقد اننا يجب ان نحيط الموضوع من جميع الجهات بحيث نوجد شخصيه علميه متفرقه محبه وعاشقه لهذا العلم اذا استطعنا ان نوجد هذه الشخصيه من حيث السكن من حيث الاداء من حيث المكافات من حيث العطاء من حيث أس عدم اهتمامه بالهموم الاخرى الدنيويه لا ننسى ان استاذ الجامعه هو وصل الى رتبه يجب ان يكرم فيها وان يعطى الثقه انا اعتقد استاذ الجامعه من اخطر الوظائف واهمها في اي مجتمع وعلى قدر ما يناله من عطاء وتكريم يمكن ان ننظر للمجتمع ولذلك ينبغي ان يصل به الى اعلى الرتب لا سيما حين المقارنه بين الدول وبين ما يسمع هنا وبين الجامعات نفسها أنا أستعجب حينما يقال أن هذه الجامعة تعطى بدل ندرة وهذا لا يعطى وهذا بدل نشأة وهذا لا يعطى لماذا الجامعات أستاذ الجامعي هو أستاذ الجامعة وكلما كان له خدمته ينبغي أن ينظر إلى خدمته الطويلة وعطائه وبحوثه وهذه الفروق أنا أعتقد غير لا ينبغي أن حتى بعض الاساتذه يفكر ان ينتقل من جامعته الى جامعه اخرى. لماذا لا يكون هناك عطاء شامل يكون مقياسه العطاء والبذل والبحوث والاشراف والتدريس والجديه حتى الاساتذه يجب ان ناخذ راي الطلاب في الاستاذ. فاذا كان الطالب الاستاذ محب محب محبوبا ونافعا ومؤثرا ومع ومعطيا لطلابه يجب ان يكرم. إذا التكريم يجب أن يؤخذ من جميع جوانبه الفكرية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية جميل جدا الأستاذ الدكتور غازي بن غزاير مطيري أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بالجامعة الإسلامية وأستاذ كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بمعروفة عن يعني المكر شكرا لك على حضورك معنا اليوم أهلا وسهلا الشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم إلى حلقة جديدة نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته